اهلا بحضراتكم مره تانية. قبل ما اتكلم على اخبار الفريق وفي اطار يعني الحديث عن ارقام بعض من لاعبي النادي الاهلي على مدار فتره سابقه وبالتحديد الموسم المنقضي اللي ما كانش موفق فيه اغلب اللاعبين والنادي ككل الامور بالنسبه لنا ما كانتش في افضل حال، وفي البطولات بالتحديد ما كناش موفقين جدا، لكن في نفس الوقت يا جماعه ده مش معناه ان احنا ما عندناش لعيبه كويسه، فلازم نفكر بعض او نفكر البعض من جماهير النادي الاهلي بمستويات لاعبتنا وامكانياتهم الكبيره وارقامهم الرائعه ورصيدهم الكبير مع النادي الاهلي. هتقول لي هو انت بتمهد لايه وانت عايز تقول ايه؟ يعني مش عايز اقول حاجه والله، ملهاش علاقه بالصفقات بالمناسبه، يعني ملهاش علاقه بالصفقات، احنا جايبين 3 صفقات ولسه ممكن يكون في صفقه او 2 كمان، يعني هننتظر نشوف الامور ماشيه ازاي في النادي. واتكلمنا على قصه الصفقات دي بالاستراتيجيه بتاعه النادي وشرحنا لحضراتكم كل الامور بشكل مفصل يعني. لكن في نفس الوقت ممكن يكون عدد الصفقات مش كبير، لكن انت اوريدي عندك لعيبه مميزه جدا وعندك لعيبه سوبر، هم افضل اللاعبين في مصر، من افضل اللاعبين في مصر، فاكيد مش هتروح تجيب عناصر اخرى من الدوري المصري متشابهه الى حد كبير ويمكن تكون اقل كمان في الجانب الفني، فمش هتضيف بالنسبه لك. يعني ممكن الناس تفرح بعدد الصفقات وبالكم الهائل وجايبين 6 و7 وكلام من ده، بس ممكن يكون الكلام ده غير مجدي، هي مش بالكم بالكيف، ده امر مؤكد. فلازم ان احنا نتكلم على لعيبتنا الموجودين في فرقتنا، اللعيبه الثقيله قوي اللي تفرق معانا، اللعيبه اللي حققت انجازات وبطولات كتير جدا، ونفكر البعض بامكانياتهم ومستوياتهم عشان الناس تبقى مطمنه الموسم الجديد باذن الله للاهلي يكون موفق فيه. فخلينا مثلا نروح نشوف ارقام عمرو سوليه نستعرضها ونرجع نعلم. من اهم اللاعبين في مصر مش في النادي الاهلي عمرو سوليه، طبعا لعيب مؤثر، الاهلي بيحس بغيابه او جمهور الاهلي بيحس بغيابه لاسباب مختلفه بقى، سواء ايقاف او اصابه كمان من ده، بتحس ان في حاجه ناقصه. ليه؟ لانه لاعب كفء، لاعب بيقدر ينقلك الهجمه بشكل مميز للخطوط الاماميه، بيساهم بشكل كبير جدا في اهداف متعدده في مختلف البطولات. كمان من ساعه ما جه عمرو سوليه هو احد العناصر الاساسيه، يمكن اول موسم او اتنين ما كانش بالصوره اللي هو عليها دلوقتي خلال المواسم الاخيره بالتحديد، ما كانش بيشارك بشكل مستمر، كان موجود حسام غالي، كان موجود ناس كتير جدا في نص الملعب مميزه. فبالتالي عمرو سوليه هو احد ابرز اللاعبين في النادي الاهلي واحد افضل وابرز اللاعبين في وسط ملعب الكره المصريه بشكل عام. ارقابه عديده مع النادي الاهلي، 5 ألقاب في الدوري، 2 كاس مصر، 2 سوبر مصر، 2 دوري أبطال أفريقيا، 2 كاس سوبر أفريقي، 2 برونزية كاس العالم. عمرو سوليه من الناس اللي جابت اغلى بطوله للنادي الاهلي، هي بطوله القاضيه بتاعت قفشه، جاب هدف في اول الدقائق في المباراه وهدف كان مهم جدا، يمكن الناس دايما بتركز على هدف قفشه، الهدف اللي كان في اخر الدقائق في الماتش، والهدف اللي كان مهم جدا في الدقيقه 85 45 ثانيه، ومن خلاله الاهلي توج باهم بطوله. لكن الناس تنسى شويه هدف عمرو سوليه اللي جاي في الدقائق الاولى، اللي محتاجه شخصيه للاعب يكون مش هايب الموقف، لاعب يكون نازل بمنتهى القوه بشخصيه كبيره جدا في الملعب، يقدر ان هو يتقدم في ركنيه زي دي فيديك الافضليه. فعمرو سوليه من اللاعبين اللي في مصر اللي عندهم شخصيه قويه في الملعب، وبالمناسبه اللاعبين دول اصحاب الشخصيات القويه في الملعب قلوا، ما بقوش كتير، مش زي زمان. احنا كان عندنا جيل ذهبي في الاهلي وفي منتخب مصر، هو تقريبا نفس اللعيبه يعني، اللي كانوا دايما بيلعبوا قدام كوت ديفوار بمختلف نجومها بيكسبوا 4، بيلعبوا قدام الكاميرون بكل نجومهم بيكسبوا 4، وهم لاعبين بيلعبوا في الدوري المصري. ليه؟ عشان شخصيتهم قويه في الملعب. من الناس اللي زي دي عمرو سوليه،
ده امر مؤكد. نتمنى له يا رب كل التوفيق، هو احد ابرز نجوم النادي الاهلي بكل تاكيد، وان شاء الله باذن الله يرجح كفه الفريق في منافسات قويه جدا في الموسم يعني اللي على وشك البدايه. نروح لواحد تاني من احد ابرز اللاعبين في تاريخ النادي الاهلي في مركزه، وساهم في اهداف عده مؤثره، ومن افضل الاجانب اللي في تاريخ النادي الاهلي، وواحد من اصحاب الخبرات العظيمه جدا جدا، واللي مؤثر للغايه، واللي يمكن في بعض الاوقات تحس ان الناس بتتصيد له الاخطاء او بتحاول ان هي تنتقده وخلاص. مش بتكلم على جمهور الاهلي، لا بتكلم على جماهير اخرى او اعلام بشكل موجه او الامور اللي حضراتكم خلاص اتعودتوا عليها دلوقتي، واللي لازم ان احنا خدنا منها درس على مدار سنوات سابقه بالتحديد اخر سنتين. فانا كلامي هنا على علي معلول. خلينا الاول نعرض ارقام علي معلول ونرجع نتكلم. عايز اربط ارقام علي معلول وسوليه بالصفقات الجديده ازاي. السوليه في بداياته مع النادي الاهلي ما كانش هو اللاعب المهم قوي قوي زي دلوقتي في مصر كلها، مش في الاهلي بس، مع منتخبنا الوطني، لكن البدايات كانت صعبه، الجمهور كان بينتقده في الحقيقه، كان الناس يعني مش متفائله قوي بعمر السوليه. لكن دلوقتي السوليه ايه؟ لا حاجه تانية خالص، من اهم اللاعبين. نفس الحال بالنسبه لعلي معلول. علي معلول هي مباراه اللي كانت فارقه في مسيرته مع النادي الاهلي، كلنا فاكرين بدايته ما كانتش برضو افضل حاجه مع الاهلي من ساعه ما جه من الصفاقسي التونسي على ما اتذكر في 2016. حلو، لما جه علي معلول ماتشات يعني ساعات يبقى مستوى جيد، ساعات يتسبب في بعض الاهداف، لكن اهم مباراه دخلت علي معلول اجواء النادي الاهلي ونقلت علي معلول نقله تانية خالص، هي مباراه الاهلي والترجي في بطوله دوري ابطال افريقيا في 2017 مع الكابتن حسام البدري، مباراه الاياب بالتحديد هناك في رادس، ما اتذكر كنا تعادلنا هنا 1-1 تقريبا، رحنا هناك وانا كنت متواجد مع البعثه دي. علي معلول تسبب في هدف دخل مرمى النادي الاهلي في الشوط الاول، ويعني كان خلاص بقى الناس خلاص بقى جابت اخرها شويه، يعني بتكلم معاكم بمنتهى الوضوح وبشكل طبيعي جدا، الناس قالت لك بقى علي معلول ده كده مش هو ده المحترف، وازاي، وفي ناس ساعتها قالت لك ازاي يجي الاهلي يجيب مدافع يكون محترف وكلام من ده، لا لازم تدعم في الخطوط الاماميه. الشوط الثاني علي معلول جاب هدف وساهم في هدف لأجاييه عشان الأهلي يقدر يتأهل على حساب الترجي عشان يقابل النجم الساحلي في دور نصف النهائي. دي اللي كانت المباراة اللي فرقت جدا جدا في مسيرة علي معلول مع النادي الأهلي. من بعدها علي معلول هو أحد أهم المحترفين في تاريخ النادي الأهلي وأحد أبرز اللاعبين اللي بيساهم بكل يعني إمكانياته المميزة في أهداف الأهلي المختلفة، اللي هو كمان حتى في الموسم الماضي اللي ممكن البعض قال لك لا مش هو ده علي معلول، لكن حتى الموسم اللي الناس انتقدت فيه علي معلول كان جايب اهداف كتير وصنع اهداف كتير، ما بالك ده لو في قمه مستواه بعد فتره من الراحه كان محتاجها جدا، اداها له النادي الاهلي هو وزملائه اللي كانوا مجهدين للغايه. فاكيد كل الاشاده بعلي معلول ومنتظرين منه الافضل واداء يكون احسن بكتير جدا جدا، احسن الموسم اللي فات بالتحديد في الموسم الجديد، وكل الثقه في علي معلول والسوليه. وامبارح اتكلمنا على الشناوي وربيعه، ولسه بكره كمان هتكلم على اثنين تانيين من لاعبي النادي الاهلي باذن الله. فاحنا عندنا قوام مميز جدا من اللاعبين بالاضافات كمان اللي جت، وانا ربطت السوليه وعلي معلول بالصفقات الجديده عشان لازم يبقى في صبر عليهم، لازم يبقى في صبر عليهم، سواء سافيو او شادي حسين او مصطفى سعد، هياخدوا وقتهم عشان يخشوا مع الفرقه ان شاء الله باذن الله، ما يكونش الوقت كبير، واكيد لازم محتاجين دعم ومسانده من جمهور النادي الاهلي، واي صفقه جديده كمان هتيجي ان شاء الله محتاجين او محتاجه كل الدعم والمسانده من جماهير النادي الاهلي.